عنا فقط أسئلة وأجوبة، عنكم نص ساعة. فشو عنكم أسئلة؟ اكتبوا ليها تحت. أوكي، وإن شاء الله اليوم حنجاوب عليها. نازلي لنا تمارين نحت الأفخاد يا عمري. يمكن أكاونتي نحت من كثر تمارين النحت اللي موجودة فيها للأفخاد بالأكاونت. شو عم بتشوفوا؟ ما في يعني، يمكن تمارين الأرجل بنزلها أكثر من التمارين على أكثر من شعر، عدد شعر راسي اللي نزلتها. كل هيدون مش شايفينهم. بعدين تاني شي بحب إلكن، ما في شي اسمه تمارين نحت. أوكي، هاي كلمة سوقية، منا كلمة علمية. أوكي، تمارين نحت. شو هيدا نحت؟ مين هيدا اللي رح ينحتك؟ والله بالأحلام ما حدا رح ينحت حدا. الموضوع كله بقصدك الفيرم، يعني الجسم، شكل الجسم والعضلات تكون مشدودة و لنقول مش مليانة دهون، شكلها حلو جميل ومشدود. هيدا ما اسمه نحت، هيدا اسمه نحنا اشتغلنا بنينا عضل وما عندنا كمية دهون عالية بجسمنا، لذلك شكلها حلو. اوكي، شكلها نحنا محافظين على صحتنا ولياقتنا، لذلك شكلنا بيرجع نفس شكلنا ونحن صغار، الشكل الطبيعي قبل ما ندخن ونصير بومب. فهيدي هي بس مش موضوع انه يلا هيدي تمرين هي اللي رح تنحتك. ما بشي رح ينحت شيء، يعني موضوع مش منطقي. التمارين تقوي العضلات وتشد الجسم. كيف بتشد الجسم؟ ما بتشد الجسم لانك عم تعمل تمارين، بتشد الجسم لانك تبني عضل، تبني انسجة عضلية تحت انسجة عضلية والعضل بيعطي هيدا الشكل الممتلئ والمجدود. اوكي، ليش العضل مفيد؟ اول شيء لانه بيحرق سعرات اكثر بوقت الانسان راحة. كل ما الشخص عنده عضلات اكثر في جسمه، كل ما هيدا الشيء بيساعده على انه ما بيطلع وزنه بسهولة. اوكي، ما بيزيد وزنه بسهولة عند اي لخبطة، خاصة اذا وقف تمارين لفترة معينة من حياته، طبعا مش فترة طويلة، فترة معينة. ما بزيد وزنه بسهولة طبعا، على قد ما يبلش يخسر عضل. فالعضل هو المكنة، المشين. اوكي، المكنة، المشين ليساعدنا على للمستقبل. نحن نبني شيء للمستقبل. كيف انتوا بتشتغلوا وبتجتهدوا بحياتكم باول فترة من حياتكم لين تكبروا بالعمر ما تحتاجوا حدا؟ حلوة التشبيه. فانتوا بدكم جسمكم بالاخر ما يحتاج حدا، بما معناه انه انت لما انت بتبلش تعمل تمارين مقاومة وتبنوا عضل، انت عم تبنوا لمستقبلكم. اوكي، انت عم تبنوا لمستقبلكم جهاز، ماشين لحرق الدهون. اوكي، حرق الدهون ما معناه انه لو زدتوا اوقات اكل شوي، لو زدتوا سعرات بين فترة والتاني، لو وقفتوا رياضة اسبوع اسبوعين او شهر فترة الاجازة ورجعتن علي، ما بتدخلوا لانكم عندكم نسبة العضل عالية. اوكي، وتاني شي جسمكم بيحرق اكثر لانه محتاج سعرات اعلى ليعمل منتين، يعني ليحافظ على هالعضل الموجود بجسمكم. اوكي، مش نفس الدهون. لما بيكون عندكم نسبة دهون عالية جسمكم ما بيحتاج طاقة، يعني ما بيحتاج مجهود ليحافظ عليها، بيحتاج مجهود ليحافظ على العضلات الموجودة بالجسم. لذلك العضلات شيء جدا ثمين ما حدا عارف قيمته، خاصة انتم كلام موجه للبنات اللي خايفين من العضلات، شيء جدا ثمين. ها، ما يعني ما لازم تفرطوا فيه ولازم تشتغلوا عليه لا تبنوه. فايه الموضوع؟ بموضوع انه النحت نزل شيء ينحت، ما في شيء اسمه ينحت. اوكي، الموضوع كله نظام غذائي صحي، تبني عضل لحتى يبين عندك هيدا الشكل التايت المشدود، انه ملياني، هاي ملياني عضل مشدود، مش ملياني دهون عم ترفرف. في فرق الدهون او شيء حجمه كبير تاخذ مساحه كبيره بالجسم. يعني انت جيبي دهون، تعرفوا الدهون صح؟ عندكم كثير خواريف تذبح خواريف خروف. جيبوا اللي تبع هايدي الدهون حجمها. اوكي، وجيبي صخره حطيها على الميزان، صخره يعني شيء مش لين، حجره. اوكي، حطيها على الميزان، شوفي فرق، ما تشوفي حطي كيلو كيلو، الكيلو بالمعادلة هو نفسه، بس الحجم، المساحه، الحجم بيفرق. حجم الدهون هلقت، يعني نفس الليفي، لا شو بسموها، ما بعرف شو بسموها، يعني شيء ضخم، اسفنجي معبيه مكانها هيك. حجم الحجره او الصخره حيكون هيك،
العضل نفس الشيء بالجسم. مثلا ممكن انا يكون وزني 60 كيلو اوكي، ويجي يوقف حد شخص نفس طولي بس وزنه 60 كيلو، ما حيكون شكله مثل شكلي، لانه الشخص اللي عنده عضلات دائما بيبين انحف من الشخص اللي ما بيكون عنده عضلات. العضلات تعطي شكل انحف اوكي، صحيح ما بيتغير كثير وزنك على الميزان، بس انت كشكلا انا عادي اكون البس اكس سمول وشخص بنفس وزني ما يكون عنده عضلات يكون عم يلبس لارج. فهمتوا قصدي؟ المساحه اللي بتاخذ الدهون داخل الجسم بالجلد هي المشكله اوكي، وهي اللي ما بتعطي هذا الشكل المشدود، وهي هيك الدهون بترفرف. اتمنى وصلتك الفكره. فهو النحت مش موضوع نحت، التمارين ما تنحت شيء، التمارين تقوي العضلات فقط لا غير، تقوي العضلات وتشد الجسم. لانه كيف تشد الجسم؟ نرجع منون ببناء العضلات. اذا بنرجع لتقويه بناء عضلات لحتى نحصل على هذا الشكل المشدود، واللي قصدك هو منحوت، بس منحوت من غير ما يكون عندنا نسبه دهون قليله بالجسم ما راح تزبط. فاذا بنرجع ل 70% نظام غذائي، الاساس هو الاكل. ولازم تفهموا شيء كثير مهم، اغلب الناس لحد هلا ما فهمته باختصار، يعني اختصار والله اكثر من هيك اختصار ما بقى فيه. لما بدي يجيني حدا، ولحد هلا بيجيني الاف مسجات على الدايركت، والسبب عدم الوعي، قله الثقافه بمجتمعنا. ما بعرف الناس عم تتراجع او من كثر ما كثر الكذب والبس بالحسابات الكاذبه، ما بعرف شو غير متخصصي، ما بعرف شو هو السبب، ولكن المفروض نحن صلنا بعام 2020 اوكي. 2020 معنا كل شيء متوفر عندكم من علم. من زمان احنا ما كنا عندنا هذا العلم، ما كنا نفكر بالطريقه اللي انتم هلا عم تفكروا فيها. هلا عندكم محركات البحث، طبعا ما تبحثي يعني وين تتوجهي، شيء بديهي يعني، ثقفي نفسك بنفسك. محركات البحث من جوجل وغير، فيك تبحث وتفهم عن كل شيء. في كتير ناس على قدر من المعرفة والعلم بيحطوا على اكاونتات بالانستغرام والسناب شات وغيره اشياء علمية، وهي بيكونوا خريجين، يعني بيكونوا ناس مثقفين وبيحكوا بطريقة علمية. هاي اول شيء فينا نفهم الشيء. ثاني شيء، ما تتابع شخص ما بيحط شغله، بما معناه هو بيشتغل، مش بيحط لك صورة كتب هيدا الشخص كان عندي يتمرن عندي، بيحط لك المقاسات قبل بعد. طب انا هيدي المقاسات ايش عرفني انه هي مش هو كاتب؟ انا ما فيني اعملها، انا ما فيني اكتب هاي المقاسات على الواتساب، انا وصديقتي اكتبها وهي تكتب لي؟ فكروا بالعقل، ما تخلوهم يضحكوا عليكم. حدا نشر لي صورة المقاسات قبل وبعد، هيدي كانت قبل هيك ومقاساتها تغيرت بعدين، قال لما تبعته شكرا كثير يعطيك العافية على البرنامج اعطيتيني اياه. انا مستحيل اصدق هذا الكلام، انت مو بعرف كيف بتصدقوا. او مثلا بيحطوا لكم صور واحدة مقطوش راسها من هون كتف وهاي هون، بيقولوا لكم كانت قبل بعد، شعرفني انه هاي كانت تتمرن عندك، شعرفني انه هاي اصلا هذا كلام مش منطقي، ما اتبع هيدا صور. بعدين تجيب لك تسرق تمارين من الاكونتات من اليوتيوب واكونتات اجنبيه وغيره، وتحط لك بوستات ونعمله هالتمرين للافخاذ، وهيدا النحو سر نحت البطن وسر مساحه ما بعرف شو وسر هيدا الكلام، وتحط لك تحت التفاصيل اعملي هي 15 جوله وتعملي هي من عندها هيك يعني، وتحط لك على شو تعليمات. هو مش شغله اصلا الحسابات او المقاطع فيديو مش شغله اصلا. كيف تتبعوا هيك شخص فاتح اكونت انت لا تعرفوا صوره وجهه ولا بتعرفوا شكله ولا بتعرفوا شو، بس لانه كتب لكم فوق بالبايو انا والله خريجه بكالوريوس تربيه رياضيه، اخر تشرفنا. وبعدين بيسرق من غيره التمارين من الاجانب، بيجي بينزلها بوست عنده وعملي هيك سوي هيك، بلش يعطي نصائح للعالم. كيف تصدقوا هيك كلام؟ والله مستحيل ما اشوف بعيني واتطلع واتثقف واقرا واعرف، ما احط نفسي بهذا الموقف. في شيء منطق وعقل، بس انتم ما عم تحكموا عقلكم بهدول المواضيع. فانا لا انصح، عرفوا مين عم تتبعوا. ونحن صرنا ب 2020 لازم تكونوا تتثقفوا اكثر رياضيا وبالنسبه للتغذيه وغيره، تكونوا عندنا ثقافه اكثر من هيك على فكره بالنسبه للمجتمع العربي، بس ما بعرف انا احس عم تتراجع وتتدنى. فالموضوع البسيط اللي بدي اشرح لكم اياه هلا ببساطه شديده، التمارين مش للتنحيف اوكي، التمارين هي مجرد تمارين لتقوية العضلات، تقوية العضلات و تقوية بناء عضلات اوكي، وهي بتساعدنا، هي العامل المساعد مع التغذية لحتى تخلينا نتحرك. شو هدفنا انا لما بروح بمارس الرياضة؟
هدفي اني اتحرك، اني اعمل نشاط رياضي. اذا انا ما عملت رياضة كيف بدي اتحرك؟ ما رح اتحرك صح؟ هيدي بالنهاية الرياضة هي عامل مساعد للتغذية. فانا لما بدي افكر، لما بدي بلش اقول انا بدي انحف، ما بفكر شو هي التمارين اللي رح تنحفني، شو هو الجدول الرياضي اللي رح ينحفني، شو هي التمارين لازم اعملها عشان انحف عندي منطقة الكرش، لازم اشيلها منطقة الاكتاف. هي ببلش افكر شو المنطق هي. لا، لما بدي افكر بموضوع انا بدي انحف، بدي بلش اتجه للتغذية بالاول. انا بدي انحف، ركزوا معي، تغذية. اوكي، ابتدي انظم نظامي الغذائي واشوف انا كمية الاكل اللي عم باكلها. اوكي، حتى لو كان اكلكم صحي، حتى لو كان انتم ما بتاكلوا فاست فود واكل برا البيت، عادي تتجاوزوا سعراتكم من الاكل الصحي، من طبخكم، من البيت، من العزايم، من غيره، عادي. ودايما على طول بحب اقول لكم شيء كثير مهم، نحن العرب بنستقل بالسعرات، نستقل بكميات الاكل. يعني بناكل بناكل بناكل، بدي نقول انا ما اكلت شيء، بالنسبه لك هيدا ولا شيء، بس بالنسبه لشخص غيرك عارف بالتغذيه وعارف بالسعرات الحراريه، هيدي بلاوي. فلا تستقلوا بالسعرات الحراريه. اوكي، جدا سهل نتعدى سعراتنا. اوكي، وخاصه اذا كنا نحن مثل ما قلت اشخاص ما عندنا عضلات، ما لنا نشيطين بدنيا. النشاط البدني جدا مهم. ليه؟ ليساعدكم على حرق السعرات. يعني بما اننا انت عم تدخلي ما عم بتخرجي، ما في صرف طاقه، عم تاخذي الاكل شو هو طاقه، انت عم تدخلي طاقه ما عم تصرفي هيدي الطاقه بالمقابل. وين بيروح فيها جسمي؟ ما عم تحركيه. يعني حاجة فاسيكون يا بطريقة سهلة، سيارة فيها مخزن. اوكي، هيدا هو مخزن الطاقة، هو للفيول، لا تروح تعبوا فيها بنزين. اوكي، ركزوا معي، هيدا المخزن الفيول، بتروحي بتفولي، بتجيجي بتصف السيارة قدام الباب، هل رح ينزل بنزين لحاله؟ هل رح يروح الفيول الطاقة البنزين اللي عبيتيها فول؟ إذا ما حركتيها هل رح ينقص من البنزين؟ لا، جسمك نفس الشيء. اوكي، انت عم تعبي وانت قاعدة، اكل مسلسل تركي، مسلسل ما بعرف شو، مسلسل هندي، تابعت الهاي مواقع التواصل الاجتماعي، سناب شات، ما بعرف شو، كنت بالشغل، عم تشتغلي شغلك كله ورا مكتب، مكتب مكتب مكتب، قاعدة كل عم تحكي صبيعيك. اوكي، نفس الشيء المدارس هلا كلها كمان صارت اونلاين اونلاين اونلاين، ما في حركه نهائيا. يعني عم ندخل نعبي هدول المخازن فيول، نعبيهم طاقه، ما عم نصرف، هيك بتصير زياده الوزن. والرياضه والنشاط الرياضي او النشاط البدني العام، مش الرياضه بحد ذاتها، مش تمارين معينه، يعني ركزوا، مش تمارين، حركه. التمارين شو هي؟ حركه اللي عم بتقدوها عم تساعدكم انكم تتحركوا. لما بطلع امشي هي شو؟ حركي. لما بطلع اسبح هي شو؟ حركي. انا عم بستعمل، عم بلش حرك المكنة، نفس لما بتشغل السيارة بلش تمشي فيها، جسمك نفس الشيء. كل ما تحركت كل ما نقص من هيدا المخزن اللي انت معبيتي. كل ما تحركت السيارة كل ما احتاجت تنقص البنزين لان تصفر ترجعي تعبيها، صح؟ جسمك نفس الشيء. فحركوا، هي الرياضة هي حركة لمساعدتنا على الحركة، مش هي أساس التنحيف. لا، إذا ضليت أنا السيارة نفسها، إذا كل ما مشيت فيها خطوة وقفت عند تبع البنزين اللي نزل وعبيته، واللي نزل وعبيته، يعني كمية البنزين اللي خسرته ورجعت عبيته عند كل محطة نفس وجبات الأكل، كيف بده ينزل؟ كيف بده يصفر عندي البنزين ويخلص؟ يعني كيف بده توصل؟ لأنه ما فيها دهون نفس جسمك، يعني ما فيها طاقة، ما بتصير، صح؟ لانه انا عم ضل عبيها، عم ضل اعطيها، عم ضل اعطيها، بينما اذا انا نطرتها ضليتني عم نقص من سعراتي، ضليت عم بحركها، رح ينقص من الدهون، صح؟ لين تصفر، لين حتى وصل على الاقل، لا قبل شوي ارجع عبيها، صح؟ او مثلا ارجع عبي حتى تضل عم تمشي هي المكان. جسمكم نفس الشيء، وبالسعرات الحراريه انت بتعملوا نفس الشيء. انا ما بضل كل خطوتين، يعني مثلا انا بتحرك شوي بروح بعبي 5000 كالوري او 1000 كالوري، برجع بتحرك شوي 700 كالوري على هالوجبه، 800 اخذت كم سناك، 500 كالوري. وانت مش مستهينين، عادي تكونوا اخذت حبه شوكولاته، قطعت معمول، ما بعرف شوي، ما حسبتيها، ما شفتيها، لانه انت بتحسبيها هذا مش اكل، بتحسبيها هذا كان هي
حطيت تجارة فواكه، كنت قاعدة على الهاي، أو حطيت جبت فتحت التي في بوب كورن وما بعرف شو وشوكليت وحلا، وقعدت سف. بعدين أخشي ما شفته، طالما كمان النظر والعقل ما شاف وركز إنه أنا قعدت وأكلت وجبة، بالنسبة لإله ما شاف شيء ما أكل. فكل هيدول عناصر بيساعدنا إنه إحنا نزيد الوزن. وكيف بنقص وزن؟ نبطل هيدي العادات الغذائية الغير صحيحة. فلما نحن بدي فكر أنا بدي أنحف، بركض على طول شو بظبط نظامي الغذائي. بظبط نظامي الغذائي، بتطلع على كمية السعرات اللي أنا عم باكلها، وبحاول أكل أكل صحي أكثر، يعني أتقرب للخضرة والفواكه أكثر، أقلل من الوجبات الدسمة أكثر، والأشياء اللي هي معجنات ومعكرونة بالبشاميل وغيره، والفاست فود اللي برا والبرجر والبيتزا، ومثلا أطبخ طبخات عالية بالسعرات اللي هي دسم، ودجاج بمشوي مش مشوي دجاج بالجلد ومقلي ومخليات. طبعا هيدا كلها تتشبع بالزيوت، سعراتها تعلى. فأنا بدي أكل أكثر شيء أقرب للصحي. مليان اليوتيوب طبخات صحية اللي ما بتستعملوها، مليان الجوجل، يعني ما تسألوني شو أكل، مليان منتشر بكل مكان عم تفركش فيهم. فاللي بيدور بيعرف كيف يتجه ويدور رح يلاقي. اللي ما بده يتعب حاله، بده يقنع حاله إنه والله في شيء معين لازم حدا يجد برنامج غذائي لعنده، هذا ما رح يوصل بحياته. فإذا لما بدي أفكر بالتنحيف، أنا أفكر في تنظيم نظامي الغذائي وأكلي. لما أفكر إني أنزل أسرع وأشد جسمي أقوي عضلاتي أبني عضل، أفكر في التمارين. اوكي اتفقنا؟ اتفقنا، وصلت لكم الفكرة أكيد. اوكي نشوف شو إجانا أسئلة. هيدا كل هيدا الموضوع، بس أني كتير اتنحف. أنت شغالة فرست ستيب؟ لا ولا مش شغالة فرست ستيب، ولكن أعطي يعني أروح أعطي كلاسات بأوقات معينة. أنا بنتي بتروح يعني مشاركتها بنشاطات هونيك، ولما بكون أنا هونيك بكون فاضي أعطي كلاسات، يعني في أوقات معينة بس أعطي فيها فرست ستيب. فإذا حابة تشتركي مع فرست ستيب كلميني عشان أعطيك التفاصيل والأوقات اللي هي متوفرة عندي، بس فقط عندي أوقات معينة أروح فيها على فرست ستيب بس. نعم أسوي تدريبات شخصية طبعا حبيبتي، تسلمي. أنا جديدة عندك، أهلا وسهلا فيك، شرفتي، أتمنى أكون وصلتك فكرة. أعطيتك كل شيء مرة واحدة، كل شيء بالأكاونت. تقسيمات البطن تبين بسبب تمرين كامل الجسم، لو فقط نمرن عضلات البطن الجسم كامل. طبعا عضلات البطن نخصص لها بس 3 مرات في الأسبوع، فينا نقول 4 مرات، المهم فترة قصيرة تكفي. ولكن أنا من النادر ما أمرن عضلات بطني، دايما على طول لأني أشغل عضلات الكور وعضلات البطن بجميع التمارين أنا بشتغلها، دايما على طول أنا عاملي هيدا إنجيج، يعني طول ماسك العضلات بهذا الشكل لما أكون عم بتمرن، ما برخيهم وأنا عم بمشي وأنا عم تنفس وأنا خلص من صغر تعلمت كيف أعمل إنجيج، على طول هيدي شغالة بكل شيء، هيدي حتى وأنا عم باكل هي بشغلها، خليها تنبض. فماني محتاجة أركز على تمارين البطن، لأنه أنا عندي الوعي الكافي بقبض العضلات في جميع التمارين وأشغلها في جميع التمارين، وأتضمن من ضمن تمارين كتير فيها تمارين بلانكات اللي هي تشتغل على الكور، وتمارين رفع الأوزان كلها الأوزان العالية كلها تشتغل على المنطقة. إذا عرفنا نقبض العضلات صحيح ويتمسكوا ببعض، إذا عرفنا نتحكم فيهم إن شاء الله. بحفظ ستوري تكرم عيني حبيبتي، تصير مدربتي مين معي؟ يصير مدربتك. بس انا عندي اوقات معينه فيك تكلميني، مثل ما قلت انا هلا اوقات متوفر عندي هي الاوقات الفري الموجوده اللي هي اروح في فرست ستيب ادرب فرست ستيب، بس ما بعرف مين معي ومين، يعني احكيني دايركت ان شاء الله اذا كان الوقت المناسب لك موجود عندي. ممكن ما هو الحل مع سكيني فات؟ شو يعني سكيني فات؟ يعني قصدك انت ضعيفه وما بتسمني، عكس الحل مع فات يعني مع كمية الدهون العالية تنزيل الوزن، هيدولك بيخففوا أكل وبيتحركوا ليضعفوا. السكيني فات اللي بتدخل شو بتعمل؟ بتزيد أكلها، بتفتح تمام وتضل عم تحط أكل، بتاكل 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 لين يزيد الوزن. مهم ما حدا رح يأكل عنك، يعني ما في حل تاني، ما تفكر إنه في سحر، يعني ما في سحر بالحياة.
اوكي ما في اي شيء اسمه صحه، ما في شيء اسمه انا والله عشان ادخن اخذ بروتين او عشان ادخن اخذ ما بعرف شو عشان ادخن اخذ، لا الموضوع كله نفس الشيء بالسعرات الحراريه. اذا انا يوميا يوميا بشكل يومي اكلت زياده عن سعراتي بس بشكل متواصل، المشكله مع الناس الضعاف انه بيفكروا هن حالنا عم ياكلوا كثير، هن اصلا ولا شيء عم ياكلوا، لكن انه معدتهم صغيره انه ما بيتحملوا اكل كثير، فهن بيفكروا حالهم عم ياكلوا كثير، هن نفسيا بيعتقدوا انه شو اكل اكثر من هيك عم باكل وانا شفتهم. وثاني شيء مثلا بيوم بيفتح بياكلوا برجر بعدين بعد 3 ايام بيضلوا 3 ايام بلا اكل او اسبوع هن اكل اكل عصافير، يعني هن بيعادلوا نفسهم فما بيتخنوا. هاي هي الفكره، الفكره انه انا عشان اتخن لازم اعمل نفس الشيء يوميا يوميا لفتره طويله من حياتي، ما بصير بيوم يومين تجمع الدهون. كمان كل الناس اللي تخنت ما تخنت بيوم يومين، تخنت مع تكرار العادي بشكل دائم وزياده سعرات بشكل دائم. فانت عشان تزيدي وزنك لازم تعملي هذا الشيء بشكل دائم، كل يوم تاكلي زياده عن سعراتك، كل يوم كل يوم لازم تحسبي سعراتك عشان تعرفي اذا عم تاكلي زياده ولا لا، عم تخصي سعراتك ولا لا، بشكل يومي ولا لا. ايه لفترات طويله واكيد رح تزيدي، ما في شيء مستحيل الا اذا كان عندك مشكله صحيه يعني مرض معين، نشاط بالغده او اي شيء لا سمح الله. ان شاء الله بحفظ ستوري تكرم عينكم كيف بقدر اتخلص من الام العضلات. والله انا يوميا عندي الام عضلات مستمتعه فيها وما اتخلص منها واحبها جدا، لانه الم العضلات لما اتحرك احس بمفاصلي واحس بعضلاتي واحس يعني شيء احب تتعود عليه مع الوقت. بس هو عاده ممكن اتخلص فيه حمام دافئ، مساج، شو اسمه، مغنيسيوم قبل النوم، حبه مغنيسيوم ممكن تساعدنا. بس يعني ما في اشياء كثير، بس الم العضله شيء طبيعي وكل الرياضيين بيحبوا بيستمتعوا فيه، مع الوقت ممكن تتعود عليه. شو بعد عنا أسئلة؟ يلا خلصنا، فوتوشوب شغال، أي النصب والاحتيال شغال على السوشيال ميديا. والله وحياتكم السوشيال ميديا مشكلة، حتى ما عاد في مصداقية، ما تأمنوا بحدا، ما عاد في مصداقية بأي شيء. يعني حتى أوقات ممكن تروح على نوادي معينة ما يكونوا حاطين مدربين صحيحين، صدقوني، عشان ما يدفعوا كتير المدرب، عشان ما يدفعوا رواتب عالية بياخدوا أي شخص ما عنده خبرة وأي شخص حتى مش اختصاصه يحطوه بهيدا الاختصاص. والله يعين، يعني الله يعين، ما بعرف شو بدي أخبركم. الحمد لله على كل حال، أهم شيء الواحد يثقف نفسه عشان ما يوقع بالأغلاط، لأنه تذكروا المقولة تقول القانون لا يحمي المغفلين، أوكي؟ فنحاول فيحاول الشخص دايما على طول قدر الإمكان يثقف نفسه عشان ما حدا يضحك عليه. هي يعني مثلا انا هلا بودي بنتي على انشطه رياضيه، اوكي خليني احكي لكم على هذا الشيء، شيء كثير مهم خاصه انشطه الاطفال. انا بودي بنتي على انشطه، مثلا انا سجلتها سباحه، انا سجلتها كاراتيه، انا سجلتها كذا، ما اخذ بنتي اسجلها واروح اقطها يعني ارميها بالكلاس واطلع من غير ما اعرف واشوف شو عم بيصير هون. لو كان نادي محترم، لو كان ما بعرف شو، لو كان له سمعه، ما لي خص، انا اشوف بعيني، ما اشوف بعيني اي دون بليف، ما بصدق اذا ما شفت بعيني. هيدا هي قانوني بالحياه، واكون انا مثقف علميا عشان اعرف، مش والله انا اكون انسان بحياتي ما عنده علم عن الرياضه وما مثقف وما ما بيتحرك ولا بيتعلم ولا هاي، واخر شيء اشوف المدرب عم يعطيه كم حركه يلا اركض اركض بابا وارجع اقول ها هيدا المدرب زين، لا لا. خاصة بالاختصاصات لما أنا بكون مدخلي مثلا بنتي سباحة بدي أشوف بعيني المدرب كيف عم يمرنها، هل عم يوصل للفكرة بالطريقة الصحيحة، هل عم يمرنها بالطريقة الصحيحة، الحركات معين لازم يبتدي فيها بالتدريج للتمرين، وفي كتير أشياء أساسيات التمرين ممكن أنا لأني مدرب أعرفها، ولكن في يعني في أشياء بديهية مفروض تعرفوها. نفس بالمدرسة كيف يتدرجوا المدرسين بالتعليم، وشفتوا في مدرسين مناح، في مدرسين ما إلهم لازمة أصلا، ما إلهم عازمة، ما بدرسوا. فكل هاي نفس الشيء بكل مكان، فيه المنيح مش منيح، وأغلب الناس ما عنده ضمير. فأنتوا إذا ما أنتوا حرصتوا على هيدا الشيء ما حدا رح يحرص عليه، ورح تنخدعوا ورح تنغشوا كتير صدقوني. فأنا قاعد بالكلاس أشوف المدرب عدة حصص هل عم يدرب بالطريقة الصحيحة؟ في كتير أساس تفاصيل صغيرة تعطيني هل هو مدرب صح اختصاصه هيدا الاختصاص ولا لا.
اوكي تعليمه، طريقه تعليمه وغيره، هذا شيء بيثبت لي. ثاني شيء مثلا اروح ادخلها كاراتيه، اروح ادخلها كاراتيه خلاص، مهم قالوا انه هيدا مدرب كاراتيه ومنيح ما بشو الاولاد كلنا والناس عم تسجل اولاد، لا ابدا لا وابدا. ادخل معها الكلاس واقعد على جنب واتفرج على المدرب، طريقه تدريبه، توصيل الفكره للاطفال، يكون عندي فكره كافيه واثقف، حتى لو ما كان عندي خبره بالنوع الرياضه اثقف نفسي، ابحث عنها على الانترنت واشوف عنا فيديوهات على اليوتيوب واشوف اشياء علميه واشوف اشياء لين ما اوصل اني اخذ فكره كافيه عن الرياضه، واقعد اراقب المدرب واشوف. وحركات المدرب تنعرف، اوكي لما انا اشوف مدرب بعيني عم يؤدي الحركه وعم يرجوه ان الطفل بيبين من حركته هل هو انسان متمكن من هو صغير بهيدا الشيء وعن جد هو مدرب محترف بهيدا الاختصاص مثلا كاراتيه او لا. لازم يكون عندكم هاي الفكره، بيبين الحركات من الكيك من البانش من سرعه الهاي من طريقه التعليم من اداء التمارين من اشياء كتير، لازم تفاصيل تعرفوها. فانا ما اروح ارمي بنتي واطلع من كلاس واتركها يوم بعد يوم ما اعرف شو عم بيصير فيها، لا لازم اعرف اذا هي مفرغه عند الشخص صح ولا لا. نفس الشيء لما بدخلها جمباز جمناستيك او باليه او اي شيء، لازم اقعد اشوف، ما شفت ما اؤمن ما اصدق، اشوف يوم بعد يوم وعده حصص مش مره واحده، لا يمكن المدرب عم يعطي افضل ما عنده بهيدي الحصه، اقعد مره واثنين وثلاثه واربعه، ممكن اقطع فتره اتركها بالكلاس واقطع بعدين ارجع بعد فتره ادخل على الكلاس واقعد فتره كمان نفس الشيء، لازم اشوف. اوكي فانتم نفس الشيء، اتثقفوا قبل ما انتم تروحوا على النوادي وتسلموا نفسكم للمدربين، اتثقفوا قبل ما تتبعوا اي اشخاص على الانترنت بس انه حاطط صور لانه هو مخفي ورا، ولو حاطط لك على البايو انه هو بيعمل وبيطير وبيروح على المريخ وبيرجع، اوكي وبيحرق لك الدهون بيمسح لك البطن بيكبر لك مؤخرة بيعمل لك عملية تجميل، اذكروا اتثقفوا ما تتبعوا اي حدا، ما تصدقوا اي كلام بينقلكم، وبحثوا وراه. وفي اشياء منطقية على فكرة ما بدها اثنين يحكوا فيها حتى الطفل بيعرفها، انا وقت بنتي بحكي معها باشياء معينه بتقلي انه شو بكي ماما يعني هي ما بتصير، وانا الكبار عادي صدقوها اوقات بشوفهم. فخلوا دائما المنطق والعقل معكم، ما تصدقوا شيء بس لانه انت عم تدور على الحلول السهله ولانه انت بتكون شيء سهل، لانه انكم بتكون تصدقوا الخرافات مثل والله ادهم في الزيت والف نفسي بكيس ولا كريم حارق ولا اروح انام على الاربعه واخلي الجهاز يكسر لي الدهون ولا اروح، يعني شو هالمنطق. او مثلا اشوف فيديو على اليوتيوب سر نحت البطن او سر مسح البطن وافكر انه هيدا هو، او النظام الغذائي اللي حيمسح حياتك ونزلك 50,000 كيلو بالشهر، مش منطق ابدا. فحكموا العقل المنطق، تثقفوا كتير وقروا كتير عشان ما تنخدعوا، اوكي عشان ما توقعوا بهيدا النصب، لانه بالنهايه مثل ما قلنا نفس ما بتكون بالقوانين القانون لا يحمي المغفلين، نفس الشيء هيدا سوشيال ميديا واي حدا بيحط اللي بده اياه، وما تصدقوا اي حدا الا ما تشوفوه بعينكم شو عم بصير. هل فعلا لازم ازيد في الاكل سعراتي اللي انحرقت في التمارين؟ لا، اذا زدتي، اذا انت هدفك تنزيل الوزن، شوفي اذا هدفك تنزيل الوزن شو بتعملي؟ ما تفكري بالسعرات اللي انحرقت، ما تاخذي راسك، راح تطلعي انت حسب طولك ووزنك وعمرك ها السعرات الاجماليه، السعرات الاجماليه حسب نشاطك، بتضيفي نشاطك على السعرات، اوكي؟ للبي ام اي يعني لا انت البيسك مثل بالكريت بدك تزيدي سعراتك الاجماليه عنه، تزيدي النشاط عليه، كم انت تتمرني 3 مرات في الاسبوع، انت اكتف مش اكتف نشيط ولا بزيد، يعني ام بتعليك السعرات الاجماليه، من هيدي السعرات الاجماليه بتنزلي منها 300 سعره 200 سعره 500 سعره حسب انت قد ايه مستعجله تنزيل الوزن وبس. بس ما تفكري قد ايه حرقتي لازم ترجعين، هي ما لها علاقه. اوكي شو بعد عنا اسئله؟ انفصال عضلي ممكن ينغلق بالرياضه؟ نعم ممكن ينغلق بالرياضه بس حسب الانفصال العضلي، اذا ما وصل للفتق، اذا وصل للفتق يس ماما كمان حسب ما يوصل للفتق، يعني مثلا فوق الاربع اصابع حتى 3 اصابع فوق 3 اصابع يعني يوصل 4 اصابع اعتقد كثير صعب جدا صعب، من النادر ما النساء يوصلوا له، بصير بيكون تسمى فتق لازم عمليه. اما اذا كان تحت من اصبعين اصبع ونص 3 اصابع تحت ال3 اصابع ايه اوكي ممكن تسكر بس بدي فتره طويله، ما تفكري تلعبي شهر وخلص ما صار شيء، لا بدك 4-6 شهور اوقات ممكن 9 شهور او سنه عشان يسكر، فبدكم تكونوا صبورين نفس ما انفتح 9 شهور. بدي اسالك سؤال تفضلي اذا عندك خلفيه، بسال الرياضه والدايت ممكن يأثر على مادة الفيلر؟ ايه طبعا بسرع بتروح بسرعة، نحن نعمل كل 4 شهور
يعني مثلا اذا انا بدي اعمل فيلر او بوتكس او اي شيء كل 4 شهور تقريبا او 5 شهور ماكسيموم، ما اطول لانه بسرعه بتروح مع الرياضه، يعني بيستهلك الرياضيين يستهلكوها اكثر بالعرق والهاي والمجهود والاكسبريشن. يا رب ما نعمل كثير اكسبريشن. فاي نعم بتاثر، بتروح اسرع من الناس العاديين. يعني عتبلش 3 شهور الشهر الرابع ببلش تحسي اختفت للاسف، بس ماشي الحال ما في مشكله، في سبيل الرياضه والحفاظ على الصحه ما عندنا مشكله بشيء. ضعيفه ولكن زائد نتيجه الولاده ما فهمت شيء. المهم شكرا كثير لكم. اوكي يلا انا لازم اسكر، بس اشوف الاسئله اللي هلا موجوده وجاوبكم على السريع عليها. انا عندي مشكله صار لي زمان اثمره، مشكلتي عندي دهون تحت المؤخره مو كتير، بس جسمي كتير منيح، بس هاي المنطقة تزعجني كتير، نط الحبس مرات يعني يروح. على فكرة أنا ما أكل سكرين، ما لخص يعني هيدي دهون خلاص، ما لخص ما لخص نطيتي حبل ولا نطيتي على المسبح ولا نطيتي من 7 طابق، ما لخص أوكي، ما لخص نوع التمرين أوكي. أول شيء لازم تعملي تمارين لتبني عضلات في الأرجل أوكي، خاصة عضلات المؤخرة، يعني تقولي تحت مؤخرة يعني عضلات المؤخرة، ابني عضلات في المؤخرة، شيلي علي أوزان عالي أوكي، خلي كثرة يعني كثرة تمارين الأرجل خاصة تمارين مؤخرة على الأقل 3 مرات في الأسبوع، يوم راحة يوم راحة أو مرتين على الأقل، بس يكون تمرين قوي وشديد أوكي. شيلي أوزان عالي، ابني عضل بهذه المنطقة، وخليكي عم تخسري دهون ولو نزلي من سعراتك 100 سعرة بس أوكي، وخليكي عم بفترة على البطيء، نزلي على البطيء عشان ما تخسري عضل أوكي، نزلي على البطيء 100 سعرة أو خليكي نفس سعرات ثبات، بس زيدي سعرة، زيدي شدة تمرينك، زيدي أوزانك أوكي، زيدي شدة التمرين وأوزانك، ما موي زيدي شدة تمرينك وأوزانك عشان تبني عضل بهيدي المنطقة، ما تخسري عضل بنفس الوقت، يروح هيدا الترهل أو هيدا شوية الدهون اللي باقي، بدها صبر، هي آخر شيء يعني بدها صبر. بالنهاية الموضوع كله له علاقة به إنه ينزلوا الدهون الباقي اللي باقي شوي فيها مش كتير، فهيدي هاي اصعب شيء، هاي اللي اخذتي بي يمكن ينزلتي بي كم اشهر ممكن ينزل معك ب3 سنين هيدول، فكوني صبوره. اهم شيء مثل ما قلت لك خلي سعراتك سعرات ثبات، زيدي شده التمرين في اوزانك وتمرني تمارين اكثر هاي المنطقه تبني فيها عضل اكثر، يعني استهدفيها 2 أو 3 مرات في الاسبوع. اي والله احلى شيء الم العضلات. كيف نميز بين الم العضلي بعد التمرين وألم الركبي أوكي؟ ألم الركبي بيكون دائم ومستمر، ألم العضلات هو فقط بس بعد التمرين لفترة معينة يمكن يوم يومين، بعدين الركبي في ناس كتير بيجي تقول لي أنا ركبتي عم تألمني، فبيكون وين الألم؟ هون على أول ركبي، هذا مش ألم ركبي، هذا ألم عضلة الكوادز، عضلة الفخذ الأمامي. ألم الركبي بيجي هون بين العظم تحت بعظمة ركبي، فهي لازم نفرق بيناتها. مثل ما قلت ألم ركبي مستمر في صوت خشوني فيها، وإذا استمر بشكل طويل أكيد لازم نروح نراجع طبيب مش نسأل أسئلة. أوكي يلا أنا لازم سكر خلاص، الحمد لله خلصت الأسئلة وهنزل الساعة 5. يلا بتمنى لكم يوم سعيد، أنا إن شاء الله بشوفكم بوقت تاني بلايف تاني، كل ما صار عندي مجال شفت بفتح لكم، لو شوي لو حتى ما لحقتوا كلكم تنضموا لللايف، لو حتى ما لحق جاوب على كل الأسئلة، لو حتى ما كلكم انضميتوا، لكن دايما بحفظ لكم اللايف، أي سؤال عندكم يا اكتبوه تحت البوست، اي بوست فيه بس مباشرة لفقط اسئلة واجوبة، وان شاء الله انا دايما بجاوب عليكم حتى لو ما لحقتوني، ودايما بحفظ لكم اللايفات لترجعوا لإلها باي وقت حتى تاخذوا كل المعلومات والاسئلة اللي انطرحت. بحبكم كتير، بشوفكم بعدين، باي باي، شكرا لكم، باي.